ماتشر في 663 يوم مع الفريق الأحمر. انطلقت المباراة بصفرة الحكم، حكمنا الكابتن محمد معروف ونادي المرمى. زي ما بنقول دايما البدايات مهمه في مباريات زي دي. ادي كره من ناحيه شمال على طول، انطلاق النادي المصري بورسعيدي، يلم يلعب عرضيه حلوه، الكوره حلوه مره ثانيه، جريندو يحاول خطيره ولكن تغطيه دفاعيه من طارق طه. بدايه مبكره نادي فيوتشر، الركنيات والكرات الثابته. ادي كره توصل من الناحيه اليمنى، تمرير، ادي العرضيه من طارق طه ولكن عدت خطيره الكوره، كان ممكن تباغت الكل اساسي وبشكل متكرر وانت بتطمن. ادي رفعت مع الكوره احد ابناء المصري السابقين واللي لعب قبل كده مع نادي المصري. ادي كره من الناحيه اليسرى، رفعت عرضيه حلوه الكوره ولكن عدت، وصلت لتسديده خطيره ولكن في ايدي حارس المرمى عصام يمسك. على قد ما نقول هو اللي اختار هذه الاسماء الحقيقه. ادي كره وتمرير عاطف يطلع عمر كمال من الناحيه اليمنى، اوه المطالبه بركله الجزاء ولكن الكره لضربه مرمى، ضربه مرمى. ونتابع مع حضراتكم ونسيبها للفار، نسيبها للفار، الفار هو اللي يتدخل. يسرى انطلاقه من حسام جريشه او سعداوي، مع الكره سعداوي يعود لإلياس الجلاسي، نقله والثانيه. ادي عاطف يخطف الكره دي خطيره لفيوتشر، المرتده 3 على 2 3 على 2 خطر كبير، خطيره خطيره خطيره، ممكن تسديد، ممكن تسديد، اوه ليست بالشكل الامثل، تسديده من رفعت. خمس اهداف وصنع خمس اهداف، اي اشترك في 10 اهداف زيه زي جريندو، 5 و5 ولكن جريندو 8 و2، سجل 8 صنع 2. ادي عمر كمال مع الكوره، عايز يلعب عرضيه يسلمها على طول عند فاروق مره ثانيه، احمد رفعت يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، على السند على اللمسه، لسه التسديده خطيره ولكن ترجع للدفاع، الخطوره موجوده، تنزل الكوره من تحت قليل المسانده الهجوميه كريم. ادي التاكلينج موجود، يا سلام يا عاطف على تحركك السليم، تمريره حلوه مره ثانيه ناصر بيها، خطيره الكوره يا ولد يا ولد يا كريم، يمنع دي كره هدف، دي كره الانتصار للثقة للاستعداد للنهائي بكل تأكيد. هذه كرة أمامية، مروان خطيرة خطيرة، ممكن ممكن مروان عايز يسدد ولكن اتقفل عليه بشكل كويس من علي الفيل، عرضية خطيرة خطيرة، أوه خطر كبير، خطيرة 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 الكرة اللي فاتت، الكرة من فوقه، شوف الكرة اللي فاتت إلياس الجلاسي اللي بيخطف اللي تعبت التمريرة لمروان حمدي، مروان استلم لف ودار ولعب الكرة عدت من فوق حارس المرمى. أوه لو لمس من أفضل اللاعبين طارق طه، احمد رفعت، شوف المساحه الفاضيه تماما اللي قدامه، ناصر ماهر 1 و2 حلوه الكوره الثالثه فين، اوه سقوط المطالبه بركله الجزاء، المطالبه لسه، الخطوره لسه، العرضيه خطيره جدا ولكن يا عصام يا بطل اطلع ماهر وراح وانطلق وكان يطالب بركله الجزاء. ادي الكوره اهي، ذكاء الياس الجلاسي، مهم جدا يبقى عندك لاعب ذكي. ادي الكوره اللي فاتت كان توصل مرة ثانية عند غنام اللي بيفتح اللعبة فيها ان حال يمنى ولكن يا ولد على القراءة الممتازة من جريشة، يسلم الكورة، ادي الانطلاقة موجودة لمصلحة نادي المصري او هو سعداوي اللي قطع وسلمها لجريشة دلوقتي، ادي حسام عدى يا ولد يا لعيب، لسه الكورة معاه، يسلم الكورة من الناحية اليسرى، كانت خطيرة، كان فيها خطورة، كان فيها لمسة حلوة من حسام جريشة، ترجع مرة ثانية الكورة في الناحية اليسرى، عندي الياس الجلاسي، الياس مع الكورة، يرجع في وسط الملعب، وقع حسام جريشة، ألف سلام، ألف سلام. الكرة اللي فاتت، ادي كريم العراقي عايز يلعب عرضية، يلعب العرضية حلوة عند مروان حمدي، مروان براسية والكرة خارج أرض الملعب لضربة مرمى لمصلحة نادي الفيوتشر. مرة ثانية الياس الجلاسي اللي بيلعب الكرة أمامي، يا سلام يا سلام، حسن علي خطيرة خطيرة خطيرة، ممكن ممكن يا راجل، بتعمل إيه؟ مش ممكن مش ممكن، لا 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 لا، دي ما تضيعش، دي ما تضيعش، لا لا، كان قدامك أكثر من اختيار، ما كانش فيها تسلل يا حسن، ما كانش فيها تسلل، شوف التمريرة الرائعة، لا 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 لا، تمريره من انيستا الدوري المصري وهو الياس الجلاسي، اتلعبت الكره بشكل سليم، بشكل كانه لعبها بايده، كانه بيلعب بلاي ستيشن على طول، ار 2 والمثلث على طول، حطها في التمريره الاماميه، وصلت على طول لحسن علي اللي كان على جمال التمريره، اه على جمال التمريره، مش ممكن الفرصه دي، خلينا نقول خساره انها ما كملتش فرصة. طبعا اللاعب هنا بنتكلم على حسن علي، دي كرة ناصر ماهر برضه كرة، ادي نظرات وتركيز من الياس، عرضية حلوة الكرة حلوة ولكن عدت الكرة مرة ثانية، لسه الخطورة ممكن يسدد، اوه خارج أرض الملعب الكرة لضربة أبو سليمة، فكر في القوة دي، كان ممكن بص تتصلح لجريندو ازاي من الناحية اليسرى لمصلحة الفريق البورسعيدي في آخر 5 دقائق من الوقت الأصلي من الشوط الأول. أدي التمريرة لإلياس، يا إلياس يلعب الكورة في رايا وتسلل، رايا وتسلل على مروان حمدي، مروان مروان مع الكورة يسدد، مروان يتصدى جنش، رايا متأخرة ولا لأ؟ الراية اترفعت على طول ولكن حكم مروان ازاي، شوف تمريرة إلياس
ورايه الحكم بوجود تسلل على عمليه التحضير الدفاعي اماميه الكوره، ولكن دبش استلام بشكل سيء. ادي رفعت مع الكوره خطيره خطيره خطيره، ولكن مره تانية عصام ثروت يتصدى. خطيره جدا من رفعت، سدد الكره بالقدم. شوف الكره اللي فاتت، ادي الانفراد الجانبي اللي كان من رفعت، دي كره هدف. مسيطر شويه تلاقيه خطير، شويه تلاقي المصري بيخطف. ادي رفعت يخطف، ادي رفعت يخطف، 3 على 2، دي خطيره للفيوتشر. ناصر ماهر مع الكره خطيره خطيره، تسديده ولكن تخبط في اسلام ابو سليمه. هدايا مره ثانيه عند مهند لاشين، مهند لاشين بعرضيه بالقدم اليسرى حلوه، الكره راسيه. اوه خطيره خطيره حلوه. نمره 6، نمره 6 اللي عند قوس منطقه الجزاء ده، شوف اتحرك ازاي بعد عرضيه كانت من النحال يمنى. شوف شوف تحركه، شوف الروعه، حلو عينه على قدام، قليل جدا ما تلاقيه بيرجع للدفاع. ادي مروان حمدي حافظ على كورته، ولكن هنا يقطع مهند لاشين ومعاها صافره حكم اللقاء بنهايه الشوط الاول كما بدأناه، كما ننهيه 0-0 المصري وفيوتشر في الأسبوع رقم 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. أعزائي المشاهدين لا تذهبوا بعيدا، إن شاء الله المباراة دي يبقى فيها أهداف في الشوط الثاني نستمتع أكتر وأكتر. ما فيش أهداف في الشوط الأول، ولكن دايما بكرر وبعيد وبزيد، المتعة مش في الأهداف. عمر كمال مع الكورة، البدايات أهم شيء. وأدي عمر كمال يلعب العرضية، الأرضية حلوة الكورة، ناصر ماهر يطلع رفعت من الناحية اليسرى، عرضية أرضية، ولكن إسلام أبو سليمة يطلع الكورة ويكمل عليها. 50 وإن كان الاستحواذ أحمر اللون لفيوتشر. عمر كمال بعرضية يرجع مرة ثانية، تمرير الياس الجلاسي طويل عليه، ترجع لمهند لاشين، مهند لاشين يسدد، يا سلام يا سلام على التسديد بالقدم اليسرى، قوية صاروخ. ولكن محمود شعبان كظهير أيمن، محمد عبد السلام في قلب الدفاع، وبابا توندي مارتينيز في المنطقة الأمامية كمهاجم بديل. أدي التسديدة، يا سلام، أوه مرة ثانية، مرة ثانية من مهند لاشين، وصلت لمهند اللي سدد الكرة بالقدم اليمنى، صاروخ كان ممكن. أوه 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 أوه, أوه. هو على التسديد القوي مع الكرة، محاولة الانطلاق والاختراق، يسلم الكرة في الطرف الأيسر، يا سلام يا جريشة. في هنا إنذار، هنا إنذار على عمر كمال، ومخالفه هو وسعداوي، سعداوي يسيبها لإلياس بكل تأكيد، إلياس عرضية حلوة الكرة، حلوة الكرة، جول 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 جول، يا سلام على الهدف الجميل، يا سلام على الرأسية من دبش، يحطها في المرمى، يرتقي فوق الجميع، ونصر المصري يرتقي فوق فيوتشر، 1-0، يا سلام يا سلام على الهدف الرائع، 1-0 دبش، يحط الكرة بالرأس، والكرات الثابتة حل ذهبي، والكرات الثابتة قلت لك حل ذهبي. هدف رائع، هدف جميل، هدف بكرة ثابتة، متدربين درسينها، متدربين عليها. الكابتن ميمي على طول بتحركات ممتازة في منطقة الجزاء، يرتقي دبش، يحط الكرة في الشباك، سوء تغطية وسوء رقابة من المصري، 1-0. شوف الكرة هل كان متسللا؟ لا لا لا، عمر كمال مغطي، راسية من دبش خالي من الرقابة، لوحده تماما، فاضي 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 فاضي، دبش يحط الكرة في المرمى، دبش يحط الكرة في الشباك، 1-0 للفريق البورسعيدي وفرحة كبيرة. هل كان متسللا ولا عمر كمال مغطي؟ عمر كمال تمريرات للمصري يا بورسعيدي، وانتصار اليوم بالنسبه للمصري غالي. عاطف مع الكوره، عايز يسجل التعادل فيوتشر، يريد رد الفعل. عمر كمال يكسب ضربه حره مباشره، يكسب ضربه 2 4 6 في منطقه الجزاء بالنسبه للاعبي فيوتشر، 6 احمر في منطقه الجزاء. طارق طه يلعب العرضيه، حلوه الكوره، حلوه الكوره، مش ممكن مش ممكن يا عاطف، بيصلحها بيصلحها لزميله، كان ممكن احمد رفعت مع الكوره، محتاج فيوتشر اللعيبه المهاريه، محتاج فيوتشر اللعيبه الحريفه دلوقتي عشان يعود فيها النتيجه. غنام تطول من قدامه الكوره، يا استعيد يا الياس، لسه الخطوره، لسه الخطوره، خطيره خطيره خطيره، ولكن مره ثاني لسه غنام، لسه غنام بتسديده، والكوره مرتده مرتده مرتده. طارق طه، طارق طه مع الكوره، يلعب الكوره عند احمد رفعت من النحال يسرى، البحث عن العودة من جديد، هذه العرضية، عمر السعيد، عمر السعيد برأسه، خطيرة خطيرة خطيرة، ولكن عصام حلوة التسديدة في اللقطة اللي فاتت، ولكن مصلحة المصري تتختف الكورة، عودة لدفاع أو عودة للحارس جنش، جنش في تمريرة قصيرة، خطر كبير خطر كبير، كان ممكن تكلفك كتير. مرة تانية عمرو موسى عايز يسدد، عايز يسدد، لا ما يسددش، رجع في كلامه، كان أمامه مساحة فاضية تماما. حسن علي عرضية حلوة الكورة راسية، جول 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 جول، الهدف الثاني من مروان حمدي، الراسيات هي الحل، العرضيات المتقنة، الليلة عيد في بورسعيد،
اللي لعيد في بورسعيد. الهدف الثاني للمصري بورسعيدي، عرضية بالورقة والقلم، عرضية بالسنتي على طول اتلعبت، هو مروان حمدي الهداف، مروان حمدي القناص يرتقي فوق الجميع ويحط الهدف. شوف الكورة، هو خطأ في البداية، لا تخطأ أمام الفريق البورسعيدي، هو بالمعنويات دي، هو بالنجاح ده. عمرو موسى يستنى، عمرو موسى يتريث، يسلم الكورة لحسن علي، حسن علي بالورقة والقلم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، مروان حمدي جول، مروان حمدي يحط الهدف الثاني للفريق البورسعيدي. يا سلام على استغلال انصاف الفرص، استغلال الاخطاء، استغلال انصاف الفرص والاخطاء. يرتقي ويلعب الكره بالراس، يحط الكره بالشباك. 2-0 لابناء بورسعيد، الهدف الثاني، والجمهور البورسعيدي سعيد جدا جدا جدا. تجمد رصيده عند النقطه رقم 57 بفارق نقطه وحيده عن الزمالك صاحب المركز الرابع ب 56، ولكن المصري يمتع، المصري يبدع. يا سلام يا حسن يا علي، عدى وراح، قطع مسافات وفات ولعب العرضيه الارضيه، ترجع لطارق طه، يلعب العرضية طارق طه فوق الجميع، تعدي الكورة رأسية، لسه الخطر، لسه عمر كمال يسدد، عمر كمال ولكن خطر مرة تانية، الكورة أيمن صفاقسي، عرضية أرضية، خطورة في رأي وتسلل، رأي وتسلل، كان في موقف متسلل أيمن صفاقسي، الإشارة كبديل أيمن صفاقسي، هذا اللاعب التونسي على فكرة طبعاً. هذا اللاعب أيمن صفاقسي كثير مننا يعني ما يعرفش إن هو توج بجائزة هداف الدوري التونسي. يستنى الزميل، خاطئة من غنام، خاطئة من غنام بشكل غريب. هذه التمريرة من الياس الجلاصي، حلوة الكرة عند مروان حمدي، مروان يا لعيب يا لعيب يا لعيب، مروان لسه محافظ على كورته، يسدد، تردد كثيرا في المكان ده، ما تتردد لكن بدنيا خلاص. هشام عادل يلعبها في وسط الملعب لباسم علي، تسديداته ممتازة، تسديداته ممتازة، يسند على طول عند عمر كمال، عمر كمال يلعب أرضية أرضية خطيرة خطيرة خطيرة، أوه في الشباك الخارجية، حلوة بالقدم اليسرى من أيمن الصفاقسي، كاد أن يسجل اللاعب التونسي. ما ظهرش بالشكل المطلوب يعني. ادي هشام عادل يلعب الكره العرضيه الارضيه، ولكن عمر السعيد عمل حركيه شويه في المنطقه الاماميه. مره ثانيه هشام عادل، عرضيه حلوه الكره، فين الكره؟ راسيه من عمر كمال، ولكن الكره مشيت على راس وسط ملعب الكره هنا عند باسم علي. باسم علي يفتح اللعبه في الناحيه اليمنى عند عمر كمال، عمر كمال عايز يلعب الكره ما بين اقدام حسين السيد، ولكن تتخطف الكره، تعود مره ثانيه ايمن صفاقسي، باسم علي، عمر كمال يلعب العرضيه حلوه الكره، تسديده ولكن تخبط الكره في قدم كريم العراقي. دي لو اتلعب مهند دقلاشين، ايمن صفاقسي يفتح اللعبه في النحاة اليمنى، تمريره عندك يا عمر يا كمال، عمر كمال هيحاول يعدي، عايز يلعب الون تو، يا سلام بالكعب حلوه، واحد واثنين، الثالثه فين؟ الثالثه في عرضيه، ولكن جريندو يقطع الكوره بشكل ممتاز، يقطع الكوره عرضيه ولكن راسيه موجوده بين عصام يبعدها، ترجع لهشام، لو لعبها عرضيه ممكن تعمل مشاكل. ادي العرضيه حلوه الكوره، حلوه الكوره، راسيه من عمر، مش على عوايدك يا عمر انك تضيع كره زي دي، كانت سليمه بس توجيهها ما كانش بالشكل المطلوب لمصلحه فيوتشر. اماميه ارضيه، حلو الكلام، حلو السرعه مره ثانيه، ايمن صفاقسي خطيره خطيره، الله الله الله، ولكن في العارضه الافقيه، خطيره 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 بالقدم اليسرى، ولكن في العارضه تتعاطف مع المصري، العارضه تتعاطف مع المصري يا بورسعيدي. ترجع مره ثانيه كره هشام عادل، يلعب عند عمر كمال، الخطر بيزداد، الضغط بيزداد، الضغط اصبح اشرس بالنسبه لفريق فيوتشر. ترجع في وسط الملعب علي الفيل اللي بيفتح لعبه في الناحيه اليمنى لمصلحه نادي فيوتشر، حلوه الكوره مره ثانيه في وسط الملعب، مهند لاشين، مهند لاشين استلام، يستنى، طريق مسدود يا ولدي، يفتح اللعبه في الناحيه اليمنى عند عمر كمال ومعاه مهند لاشين، ياخد عين السعداوي، تمريره حلوه، انطلاقه من الصفاقسي، عايز يسدد، عايز يلعب تمريره مره ثانيه، عاطف يشوط ولكن خدها من تحت لفوق، فبالتالي الكوره خارج ارض المصري. متفوق المصري، متقدم. شوف الكوره اللي اصطدمت في العارضه الافقيه، كانت ممتازه من ايمن الصفاقسي، ممتازه من ايمن الصفاقسي. لا مش حسين السيد، لاعب تاني، ادي عبده يحيى مع الكوره، عبده يحيى حاول يعدي، عبده ولكن في ايدي جنس، عبده يحيى وابراهيم اكونيه كانوا عاملين اداء رائع مع غزل المحله. تسديده اصطدمت الكره في حائط الصد، والكره الركنيه لنادي فيوتشر من الناحيه اليسرى، يعني توصل لعمر كمال، عمر كمال، خمس دقائق وقت محتسب بدل من الضائع، بنلعب دلوقتي في الدقيقة الرابعة، أدي الهجمة المرتدة، الهجمة المرتدة، ثلاثة على واحد، ثلاثة على واحد، ثلاثة على واحد، انطلاقة، عبده يحيى مع الكورة، عبده يحيى استلام، دي ما تضيعش دي، دي ما تضيعش دي، عبده مش ممكن على الاستلام، الاستلام ما كانش أفضل حاجة، ولكن لسه عبده مكمل، عبده يحيى ولكن تاكلينج موجود من مهند، والكورة للضربة حرة ما جنش. يصبح رصيد مصر 44 ويتجمد رصيد
نادي فيوتشر عند النقطة رقم 57. وصفرت حكم اللقاء بنهاية المباراة. ألف مبروك للمصري أبو سعيد وجمهوره الكبير، وهارد لك النادي فيوتشر الهزيمة 2-0. أعزائي المشاهدين، كنت معكم أمير محروس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.